عقد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي السيد بيتر سيارتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة في المجر مؤتمرا صحفيا بمناسبة عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين. وقد أعرب وزير الخارجية عن بالغ الامتنان للقرارات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع. وأعرب الزياني عن تشرفه بلقاء فخامة السيدة كاتالين نوفاك رئيسة المجر. مشيدا بالاهتمام العميق الذي توليه فخامتها للتعاون الثنائي بين البحرين والمجر واهميه مواصله الجهود المشتركه لتوسيع افاق التعاون الثنائي وقال زياني ان اجتماع اللجنه الاقتصاديه المشتركه تدارس سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في عدد من المجالات مشيرا الى ان الاجتماع كان ناجحا وتقرر على ضوئه الشروع في تنفيذ دعم العمل السياسي والدبلوماسي المشترك وتعزيز التعاون بين وزارتي الخارجيه في مجالات التشاور السياسي والتدريب الدبلوماسي وتبادل الدعم في المحافل الدوليه ومواصله الجهود لمتابعه تنفيذ القرارات المتعلقه بالتعاون. تعاون ثنائي واوضح سعادته انه تم بحث مستجدات الاوضاع في منطقه الشرق الاوسط والقضيه الفلسطينيه والحرب الماساويه في قطاع غزه وتداعياتها على الامن والاستقرار الاقليمي واضاف وزير الخارجيه ان الجانبين تدارسا كذلك مستجدات الاوضاع الاقليميه وانعكاساتها على السلم والامن الاقليمي وتم التاكيد على اهميه دعم الجهود الراميه لمكافحه الارهاب وتنظيماته المتطرفه وحمايه الملاحه الدوليه في البحر الاحمر وباب المندب لضمان حريه التجاره الدوليه وامدادات الغذاء العالمي من جانبه اكد معالي وزير الخارجيه والتجاره المجري ان علاقات الصداقه بين البلدين تزداد قوه ومتانه وتحقق نتائج طيبه مشيدا بالمواقف الثابته لمملكه البحرين في دعم جهود احلال السلام ومكافحه الارهاب العالمي واضاف الوزير المجري ان التعاون المشترك بين البلدين يسير على طريق النمو والتطور خاصه في المجالات الاقتصاديه والاستثماريه حيث تم التوافق على المضي قدما للانتهاء من عدد من مذكرات التفاهم في مجال الاستثمار نشيد بالمستوى المتميز لعلاقات الصداقة الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والمجر وما نشهده من تطور ونمو كبيرين على مختلف الأصعدة في ظل حرص القيادتين في كلا البلدين على تعزيز وتطوير هذه العلاقات الى افاق اوسع. كما ناقشنا تطورات الاوضاع في منطقه الشرق الاوسط والقضيه الفلسطينيه والحرب المأساويه في قطاع غزه وتداعياتها على الامن والاستقرار الاقليمي. وفي هذا الصدد اؤكد على موقف مملكه البحرين المبدئي والثابت بهذا الخصوص والذي يدعو الى الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة مملكة البحرين التي دائما تقف إلى جانب السلام وقضية السلام البحرين التي نحن نعتمد عليها دائما في مجال مكافحة الإرهاب العالمي البحرين هي عضو في مجلس التعاون الخليجي فان التعاون مع مجلس التعاون الخليجي قد يعطي قوه ويعطي قوه للاتحاد الاوروبي خبر جيد ايضا بان التعاون الاقتصادي بيننا سينتقل الى بعد جديد وذلك بان اكبر شركه مجريه شركه مجموعه شركات مول للطاقه هناك فرعان لها ومشروعان لها اصبح الان قيد الانجاز في البحرين